جمهور النادي الاهلي وحضرتك لما خدت ثالث العالم في قطر اخيرا مؤخرا يعني، وانتوا في الملعب لما خدتوا الميداليه، جمهور النادي الاهلي اللي كان متواجد كان بيقول لك او بيسالك عن الدوري او بيندق عليك وبيقول لك الدوري يا موسيماني، هذا هو جمهور النادي الاهلي. Well, I've started to understand the culture. بقيت افهم الثقافه هنا. I must be honest with you. لازم اكون امين معاك. I've never seen the demanding. انا عمري شفت جماهير عندها طلبات كتيره او عندها احتياجات كتيره في تحقيق القاب مثل النادي الاهلي، جميل النادي الاهلي. That will keep me hungry. انا كل ما ابتدي اخد نفسي يخلي شهادتي تتفتح للقب جديد. انا لما جيت هنا اول ما وصلت مصر اوكي I came here I found the dowry was لقيت طبعا الدوري كان تقريبا الاهلي كان حصل عليه تقريبا. نعم. وده قدام طبعا رصيد وكان فاضل خمس ماتشات وكان تقريبا الاهلي بحقق اللقب واعتقد هو حتى يعني لما خرج ومشي كان حاسس ان هو حقق انجاز المدرب السابق وانا جيت دخلت كان دخلت على كان في اريحيه في بطوله الدوري بعد كده دخلنا على الكاس ماتشات الكاس after you win the case and then everybody says افريقيا بعد ما كسبنا الكاس كل قاعد يقول لك افريقيا افريقيا يا موس يس 7 years we have بقى لنا سبع سنين ما كسبناش اللقب الافريقي وشعرت طبعا ان احنا الاهلي بيوصل دايما النهائي بيتاهل النهائي وانا كنت في لسه كان واعتقد مرتين او ثلاث مرات فقدنا اللقب في النهائي اوكي والكاس ما كناش عارفين كان متعثر ان يتحقق الكاس الافريقي للنادي الاهلي كابتن بيبو وكابتن بيبو رئيس النادي كان مؤمن بيا وكان مديني ثقه كبيره وبقى اعضاء مجلس الاداره برضو كانوا مؤمنين ان انا بامكاني ان احقق اللقب واجيب الكاس للنادي الاهلي بعد سبع سنوات من الغياب طبعا مهمه كبيره بالنسبه لي ومهام كبيره المفروض احققها لكن عندي فرقه كويسه وانا اعرف ان عندي لعيبه كويسه وكسبت قبل كده اللقب الافريقي مع ميلودي سان داونز فانا عندي خبرات في الحته دي على ماتشات افريقيا ازاي نكسبها والحمد لله I gave him the trophy. جبت لهم الكاس جبت للجماهير كاس افريقيا he trusted me on a big ويعني صدق يعني امنوا بيا وادى ثقوا فيا بطوله كبيره والحمد لله حققتها لهم I've always won trophies at Mamelodi Sundowns. بس انا كنت بحقق القاب كتيره برضو كنت بسعد جماهير مواليد سان داونز انا قبل ما اجي هنا ساعدت جماهير سان داونز بفوزت بثلاث القاب متتاليه في نفس السنه وهي نفس الموضوع هنا برضو لما جينا حققنا ثلاث القاب for a coach to win six trophies in one season. طبعا اللي عنده جماهير زي جماهير النادي الاهلي مشاهدته مفتوحه لفوز سبع القاب وست القاب في سنه واحده. They want more. They say please win لكن في جنوب افريقيا World Cup. طبعا كلهم يتمنوا هيقول لك يا رب خطوه جايه بفضلك واكسب كاس العالم دي تفتكر يعني فاكرين جماهير الاهلي ممكن يكسب كل المباريات حتى لو كانت صعبه قدام فرقه زي بايرن ميونخ. Before and after the match, what a good guy. Hans Flink was a very good guy. Hans Flink, المدرب بتاعهم كان شخصية جميلة وأنا أنا تجمعني بيها صداقة وقعد يتكلم معايا أنا طبعا بالنسبة له مدرب صغير مقارنة بيه يعني But he came to me, لكن جه لغاية عندي وحط إيده على كتفي فليك يس اند ذن I could see the way he was organizing the game. أنا شفت إزاي أدار المباراة. Take the Lewandowski and everybody out. ما طلعش ليفاندوسكي واللعيبة الكبيرة في ماتشنا. 70 دقيقة 80 دقيقة وما عملش تغييرات. كان مدي اهتمام لينا وكان النتيجة 1-0 وجات لها وجات لها فرصة صغيرة كان ممكن كان ممكن نتعادل من خلالها. لكن هما طبعا كان استحواذ اكبر ليهم حقق ان هو خلاص يعني زي قصاصة الرحمة ادوها لنا في اخر مباراة لكن ده كان كلامه مع ذلك كان ساب اتكلمت معاه بعد الماتش انا سبت ليفاندوسكي اللي لعبت لعيبه كبيره انا شفت فرقتك وبحثنا عن فرقتك قبل ما نلعبهم وشفنا قد ايه انتوا لعيبه محترفين ومستوى الفريق جيد وقلنا وسبت اللعيبه كلها كويسه في الملعب قلت ممكن تتعادلوا معانا من كورنر او حاجه ضربه ركنيه او نخش في اكسترا تايم في وقت اضافي وهتبقى مشكله بالنسبه لنا لذلك انا فضلت اخلي كل اللعيبه الكبيره في الملعب ما غيرهمش لكن دايما كانت الكوره مع ان هما كان الاستحواذ اكبر ليهم بس لما كانت الكوره في حيزتنا احنا لعبنا كوره كويسه هما طبعا منظمين اكتر مننا وطبعا جوده الفرقه كلاعبين وفي طبعا هما ادونا احترام كبير وشعرنا بيه كان ممكن يكسبوا 5-6-0 بس شعرنا ان هما يعني فرقه ادتنا احترام كبير واحنا كنا منظمين بدرجه النتيجه طلعت مش كبيره بالميراس ما كان عندنا بالميراس على المركز الثالث والرابع بالميراس وي سيت تو اورسيلفز وبالميراس اكيد قالوا نفسهم وي هاف ا تشانس عندنا فرصه نكسب قدام الاهلي يس
and we took our chance. ولازم لازم نحافظ على فرصنا. لكن الدحيل برضو أول مباراة. We showed who we are. ورد لهم إحنا مين. Two games. إن تكسب إن تكسب ماتشين من ثلاثة في كأس العالم. We brought a medal for Africa. وجيب ميدالية لأفريقيا. And I think Africa was is proud of us. وأعتقد أفريقيا كلها فخورة بينا دلوقتي. إن إحنا جبنا أهدينا ميدالية برونز لأفريقيا. It's a bronze. آه هي برونز. مش مش قاعد مش اكتر من برونز مش مش فضه او ذهب لكن طبعا ده معناه ما فيش تجاهل للقاره القاره متواجده على منصه التتويج